نحن بفقرة اتيكيت مش بفقرة سبار أكيد، ولكن اليوم موضوعنا بما أنه قريب المونديال هو عن اتيكيت الأعلام. نادين بونجور. بونجور سيدة يعني نادين. أنا عرفت إنك ألمانية يعني مش ما عرفتوا شيء، أنا مضيعتكم أفكاركم. أنا بقدر أقرأ لأنه هي بالضبط لحتينا نعرف كيف نقرأ هون للأعلام. أول شيء بدي أقول لك إني اشتقت لك، صرنا زمان، وميرسي كتير يعني على كل الأشخاص اللي متابعينا على الفيسبوك واللي عم بيطالبوا بهالفقرة أنها تضل دايما موجودة. وأنا اشتقت لك أكثر، وهالفقرة دايما أنا كتير اشتقت له على حقيقة وفهمك كفاية شايف نادين، اشتقت لك كتير وأنت الصفر. شو شو رايك تعمل يعني عيب نادين. أنا بس هيك حابة أقول شغلة، إنه صحيح الإتيكيت الناس بيفكروها هيك شيء جامد شيء قديم، ولكن بفقراتك نحن عم نشوف دايما إنه الإتيكيت قد إيه متابعة الموضة متابعة على الأحداث. فاليوم بما أنه المونديال رح يبلش ب 12/6/2014 رح نحكي عن إتيكيت الأعلام اللي أنا ما كنت سامعة فيها. صحيح. طبعاً الإتيكيت ما رح أقلك أنه إتيكيت موجودة بكل زاوية من زوايا حياتنا، ما رح نحكي عنها هلأ، رح أحكي على الأعلام. العلم إذا سمحتوا بدي لكم اليوم موجه كتير مهم، إنه أنا كتير بفهم وبعرف وبقدر إنه ناس بتحب البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكل هالبلاد المشاركة بالمونديال، وبعرف إنه لبنان للأسف منه مشارك بالمونديال، بس ولكن إذا بدنا نعلق أعلام، الأعلام إلها دلالات كتير مهمة بحب إنه ضوي عليها، وبعدين أنتم خياراتكم، وبتأمل إنه كل الأشخاص اللي سمعوا هيدي الحلقة أو حضروها يعملوا لها شير لحتينا كل العالم تصير معلقة، أولاً علم لبنان وبعدين علم البلد اللي هن بحبوه. هيدي يعني وكأنه نحن ما عم نتخلى عن بلدنا. أكيد. العلم بس تعرفي إنه العلم هو رمز الوطن. هلأ مش أشعار ومش يعني رح نعمل حلقة وطنية، ما في داعي، مش نحن اللي رح نقول إنه كل الناس بتحب العلم اللبناني. يمكن هيدا العلم منه علم كتير صحيح إذا بدك دستوريا، إذا بدنا نقول إنه على أي مكان عام أو مكان رسمي ممكن إنه هيدا يشكل شوية أخطاء، بس أنا رح أقبل فيه إذا بدنا نعلقه على السيارة. العلم اللبناني هو رمز للوطن لأي رب، يعني أنا اليوم وقت بشوف هيدا العلم بيكفي أقول هيدا العلم لحتى أنا أعرف عن مين عم بحكي، إني أنا عم بحكي على الأرجنتين أو على البرازيل. فلهالسبب اليوم العلم له كتير دليل لأنه هو بيرمز للوطن. وقت اللي نحن بدنا نعلق العلم يعني أنت عم بتوصلي مساج. السفارات وقت اللي بيكونوا معلقين الأعلام هيدي الأرض هي أرض أجنبية على الأراضي اللبنانية، وما حدا له حق يفوت عليها. لهالسبب بيقولوا علقنا العلم، يعني وقت اللي بيطلعوا العلم على أي أرض معينة أو أي شقة أو أي محل هيدي أرض منا لبنانية. فإذا اليوم أنا وقت اللي بدي شجع أي بلد تاني، مفروض اولا يكون في البلد اللي انا انتمي اليه يلي هو لبنان. من بعدها بحق لي حط علم تاني. كيف بدي احط العلم تاني؟ يا بدي احطه تحته بهالطريقه، فبيكون انا الخيار الاول هو لبنان لاني انا لبنانيه ومن ثم تشجيعي لهالبلد. اذا تزوجت من وقت كنت متزوجه سويسري كنا نحط علمين يعني ونقلبهم بسويسرا شيء وبلبنان شيء تاني. السويسرا دايما بسويسرا بده يكون العلم الاول هو العلم بسويسرا، مثل ما هون لبنان هو دايما العلم الاول. العلم دايما بده يكون عن اليمين، وهيدي شغله كثير مهمه نعرفها. فاذا انا اذا انا العلم انا ماسكته على اليمين، المشاهد شايفه على الشمال فبينزل بهالطريقه، وهو بيكون بمقدمه العلم الآخر بهالطريقة، وهيك بيكون أنا خياري إني أنا عم بشجع الأرجنتين. إذا بتسمحي لي تعطيني رح أخذ منك هيدا العلم. إذا كان أنا بدي شجع بلد تاني، فإذا كيف بعمل؟ تنقول تاني بلد أنا مش قادرة أحمر ألمانيا عزروني. فإذا كان إذا أنا بشجع البرازيل وحتى الأعلام بهالطريقة، شو معناتها؟ كيف بقراها؟ بقرا إنه أنا لبناني وأول بلد عن يمين العلم
هو أول خيار لإلي هو الأرجنتين، وتاني خيار لإلي هو البرازيل. إذا في سفرة، إذا في أي مكان رسمي، طبعاً هلأ الناس اللي بيشتغلوا بالبروتوكول بيعرفوا شو عم بحكي، لأنه هيدي أمور بيرعاها البروتوكول. فإذا بيعرفوا أنه وقت بيكون العلم الأول على اليمين هو العلم الضيف، ضيف الشرف هو الأهم. فأنا دايما أعرف إقرأ الأعلام، من هيك كنت عم بقلك بعرف إقرأ هون، لأنه إذا كان بهالطريقة أو بهيديك الطريقة بتقدري تعرفين العلم. طبعا إذا كان على السيارة فمنحط أول علم عن يمين الشوفير، يعني يمين الشخص اللي عم بيسوق، وتاني علم عن شمال السيارة. فهيك بيكون عنا علمين. شوفوا شو حلوين، يعني اللي قادر يشتري علم واحد بيقدر يشتري العلم التاني لو سمحتوا. نشوف دايما أعلامنا مرفرفة، لأنه هيدا شغلة كتير حلوة، إنه الإنسان وقت اللي بده يشجع بلد مش ضروري إنه يقضي على القيم تبعيته. هيدا كتير بتعلم الولد كمان إنه دايما يشوف العلم تبعه. هلأ ولكن أهم من كل هيدا كيف نعرف، كيف إن إذا بديك إن يعني نحافظ على العلم. العلم منه شغلة لحتينا ينحط على أماكن غير إذا بديك لائقة، لا بينحط على بلوز بالأماكن اللي مش منيحة، ولا على الجينزات، ولا بينحط على الأرض. العلم يجب أبداً أن لا يطأ الأرض أبداً. العلم إذا كان انخزق أو صار له شيء، تعرفوا شو بيعملوا فيه؟ بينزلوه مع التحية العسكرية، بيلفوه، بيدبوه، وبيحرقوه لحتى يموت بكرامة. هيدا العلم. اليوم نحنا بكل هالمهرجانات اللي كنا عم نشوفها، ونحنا ندينا كتير، وأنا عملت حلقة بتذكري كنت معي على عيد الاستقلال، إنه ممنوع على الأماكن الرسمية، على الوزارات، على أي أماكن يكون العلم منه لائق. وقت اللي بيصير مخزق العلم بينشال بسيرموني. يعني كنت بتمنى أن يكون معنا حدا من الجيش، بس لأنه هني أو على الأقل ممكن أنه نصورهم، نخصص فقرة لألهم، نشوف كيف تنزل العلم مع التحية. وقت اللي بنعلي العلم كان مفروض على كل المدارس نهار تنين يطلع العلم مع النشيد الوطني. أنا يعني كنا كاملا النشيد الوطني منه أول فقرة، نشيد الوطني ثلاث فقرات، لحديت ما نغيره ودستوريا يتغير بيصير ينقال بس مرة واحدة. نادين، لما نستطرد كتير عن العالم اللبناني، هلأ الشغلة المنيحة اللي تعلمناها اليوم أنه مش غلط الإنسان إذا شجع بلد يعلق العلم تبعه أبداً. وطبعا سنعرف البروتوكول بتعليق الأعلام الأجنبية، طبعا غير العلم اللبناني اللي دايما لازم يكون مرافق. ولكن عندي سؤال أنا إجمالي عن جهة اليمين، ليه دايما الشرف لجهة اليمين؟ ليه دايما الأهمية الأكبر لجهة اليمين؟ شوفي، لأنه أول شغلة نحن بنعرف أنه كمان بالدين الإسلامي كتير مهم جهة اليمين بجميع الأديان، صحيح. نعم. بس بالدين الإسلامي مذكورة أكثر من هيك، كمان بيأكلوا بإيد اليمين وما بنأكل بإيد الشمال. ودائما لأنه الأشخاص هي عندها القوة وعندها الاستسهال لجهة الجهة اليمين يلي هي إذا بدك مصدر القوة تبعيتك، فأنت دايماً بتعطيها للشخص يلي هو أهم للشرف، فبتقولي هيدا إيد اليمين، ما بتقولي هيدا إيد الشمال. هلأ للأسف أنا عسروية، يعني في ناس بيكتبوا بالشمال، بس عامة الأشخاص هن كلياتهم بيستعملوا إيد اليمين. السلام بيصير بإيد اليمين. هلأ في شغلة بدي أقولكم إياها، السلام من وين إجا؟ السلام إجا من العصر الحجري. ليكم من أمتى؟ من وقت ما كان الإنسان بيستعمل سلاح، وقت اللي عمل السلاح كان يمسكه بإيده اليمين كونه إيده الأقوى. كان يتصيد بيده اليمين، فوقت يدخل على الأشخاص كان ينقل السلاح من إيده اليمين إلى إيده الشمال ويدخل في سلام. لهالسبب منقول أنا بدي سلم عليك، لأنه سلام يعني منوقف استعمال السلاح، يعني أنا جاي بسلام لعندك، مني حامل السلاح لحتى نقاتلك. فمن هون إجت فكرة أنه دايما اليمين هي إلى الأفضلية. ضيف الشرف بيكون موجود عن يمين السيدة المنزل، ضيف الشرف بيكون دايما عن كل شيء، العلم
بيكون عن اليمين، فلهالسبب وقت اللي هيدا الشيء بيسهل الاشخاص اللي بيتعاتوا بالبروتوكول لقراءه لقراءه الطاوله الميلي. وهن نوع من ترميز كود. طبعا طبعا أكيد. شو لك أكيد. اكيد بدون شك انه انت اليوم وقت اللي بتتعاطي بالشان يعني بالبروتوكول بدك تعرفي، يعني انا مثلا وقت اللي بفوت على اي مكان بشوف مين قاعد عن يمين السيده، بعرف انه هيدا ضيف الشرف، فبعرف كيف بدي احكي معه او كيف بدي يعني اتوجه اليه. فاذا العلم كمان بدي اقول الانتباه الى شكل العلم، اذا كان العلم وهيدا قلناها اكثر من مره، العلم ما بيصير انه يكون اذا كان بدنا نحطه بالطول ما بيصير انه الارزة تتغير، يكون لانه تغيير الدايمنشنز تغيير مقاييس العلم بتغير بلد. اذا اليوم نحن كنا ماسكين العلم الالماني هيك او مسكناه هيك او مسكناه هيك، هدول بلدين مختلفين. نعم صح. فاذا اليوم تغيير العلم مش يعني اذا بدنا نعلقه للعلم هيك هلا رح نشوفهم، فمنشيل هيدي ومنعلقها من فوق، بس بضل شكل العلم بالاتجاه الصحيح. صح طبعا. هلا اذا كان الاشخاص حابين انه دائما يكون في اعلام، والعلم اليوم عملنا الحلقه لانه كثير مهم نعرف شو رمزيته، يعني من هيك انا قررت لانه عم شوف هلا الاعلام كلها عم بترفرف، يمكن احلى اذا كمان شفنا مع اعلام لبنانيه، حلو كثير انه نوجه تحية للبلد اللي نحن منحبه. لو لبنان مش مشارك، يمكن إذا حطينا كلنا الأعلام بعد 4 سنين بيصير لبنان كمان موجود كبلد مشارك بالمونديال، يعني كهي هلأ أحلى أو أهم لعبة بالعالم الفوتبول. أنت مين بتشجع؟ أنا تركوني برات هالمواضيع. ليه؟ ما بشجع حدا. هلا عم تعملي أنت مثل الفنانين عم تمتنعي حتينا المعشرين تبعيتي. أتحفظ أتحفظ أتهور. لا بدون شك إنه هيدي اللعبة. هلا بدي أقول إنه خلصنا شوي من الأعلام. رجاءً طبعاً نحن قادمين على مرحلة حلوة كتير، على مرحلة جميلة، على مرحلة فيها كتير من الحماس من الإثارة، ناس بتربح ناس بتخسر. ننتبه لو سمحتوا وقت اللي بتكون الماتشات بوقت متقدم من الليل، كمان الامتناع كتير عن الزمير عن لأنه في ولاد، لأنه في أشخاص كمان بعتذر لكم، في أشخاص ما بتحب المونديال، في أشخاص ما بيحضروا فوتبول، ونحن مجبورين بالاتيكات انه نحترمهم. طبعا ما عم بقول انا انه نوقف الحماس، لا، بس الحماس تبعنا يجب ان يكون كثير معتدل وكثير نفكر بالاخرين، يعني ما نخلي هيدي اللعبه اللي هي جميله كثير ما نخليها تصير اذا بدك نقمه على الاشخاص الاخرين. احترام فكره انه في ناس يمكن ما بتحب الفوتبول، في ناس اليوم انا بعرف انه في ناس ممكن تاجل اذا بدك يعني عشوات او اي عزايم وبيقول انه انا بدي احضر فوتبول. رجاء حق الانسان انه هو يعني يقول هيدا الموضوع، مش غلط، لانه في كثير ناس ولو شو هالفوتبول المهم بالنسبه لكل شخص، هيدا هوبي، هيدي هوايه هو بحبها بحب يتبعها. ما فينا نقول لا، انا بحترم صراحه الاشخاص اللي بتقول انا سوري في ماتش كثير مهم حابب احضره. في ناس يمكن منا هالقد يعني متوجهه نحو هاللعبه، انما هيدي اللعبه عم تاخذ حيز اكبر واكبر بحياتنا اليوميه. انا رح اسالك بعد سؤال نادين عن الأعلام، هل من المقبول أنه يتعلقوا الأعلام على طول بناية أو على طول ما بعرف محل سانتر؟ يعني عم نشوف الأعلام أوقات محطوطين وكأنهم يافطة، يعني صحيح. لا أكيد لا، ما بتلاقي هالموضوع مبالغ فيه شوي. الأعلام إذا كان علم معنا صور، نعم بالضبط، إذا في علم محطوط على كل البناية معناتها هيدي بناية رسمية، يعني هيدي بناية تنتمي إلى الدولة اللبنانية. إذا كان كمان الأعلام مفروض تكون بشكل يعني عقلاني، أنا بقبل يكون في مثل ما قلنا يكون في علمين محطوطين هيك بشكل جميل. وقت اللي بيكون في كذا علم، هلا انتبهوا ممكن يكون الأعلام الأخرى مش بس أعلام دول أخرى، ممكن يكونوا أعلام لمؤسسات لجمعيات لأحزاب كمان. الأحزاب إلى أعلام، هيدا العلم اللبناني بهالطريقه، تذكروا انه يمينه للعلم مش يمينكم انتم، يعني شماله بالنص بيكون اول علم، هيدا هون على الشرفه او على اي
اذا بدك هل قد الانحناء لازم ايه هل قد الانحناء طبعا وهيدي هيها هيدا هون اذا في علم اخر كمان شوفوا شو حلو بيجي تحته للعلم العلم اللبناني المفروض يكون اكبر شوي برجع بقول انه ما عليه شيء اذا ما كانوا كلياتهم اذا ما كان هلا رح نفوت بالتفصيل الدقيق يعني كانوا العلم صحيح ولا لا وكانوا اكبر منه او اصغر منه بس كمان بعد في على اذا كان حدا عم بيحكي وين من حتى الاعلام كثير مهم اذا سمحتوا كثير مهم انه العلم ما يطال الارض ما يطال الارض ابدا ابدا ما بيدق بالارض يعني شغلي مشيني شغلي اخرى قبل ما نختم العلم ما بينحط على قوالب الكتو لانه العلم ما بينقص فكمان ما عم بتصير كثير نادين يعني هيدي عملنا فيها تعميم كان بوزاره الخارجيه او بوزارات اخرى وقد اكون يمكن اول شخص عملت تعميم واخذوا فيه غير بلاد عربيه انه ممنوع بالاعياد الوطنيه العلم ان يوضع العلم على الجاتو ويقص لانه هيدا بيرجعنا لايام هتلر وتقصوا حطوا كل المنطقه على قالب جبنه والمقوله بتقول انه أخذ كل واحد حصته من الجبنة صح. فالقالب الحلوى بيكون أبيض بيكون أخضر بيكون لون واحد وتشكل أعلام بها الطريقة والعلم ما بينقص أبداً لأنه هيدا دليل على تقسيم البلد يعني والشي ما بيصير نعم. أبداً يعني احترام العلم من احترام البلد وهون نفهم قصص كثيرة يعني وتحضير للمونديال إن شاء الله بيكون مونديال مسلي وأنا للجميع وأنا بتأمل يعني هلأ إذا نعم. ربحت البرازيل بكون كثير مبسوطة والبرازيل اذا ربحت بتكون كثير مبسوطه شكرا لك مش حقدر ليك لحط لك اياه بالاخر هيك يلا هولي. يلا شكرا لك نادين داهر احنا ناطرينك بحلقات مقبله مشاهدينا نحن رح نتوقف شوي ومنتابع ام تي في الايف